هتخرجي معايا؟ اهلا وسهلا، تفضلي مكمله في البيت ده، انت حره. استنى بس يا فتحي. استنى فتح. ايه استنى ايه؟ المره دي جت سليمه الحمد لله، المره الجايه بقى رصاصه فيك انت والواد، تروحوا انتوا الاثنين. فتحي انا لازم استاذن من ابويا الاول. وانا ايه بقى كيس جوافه هنا؟ المفروض لما اقول لك على حاجه هاني تنفذيها من سكات. ما اقصدش بس هيزعل مني. وانا اتفرق طبعا، مش مهم. طب ايه رايك بقى ان انت تيجي معايا؟ اتفضلي اطلعي حضري شنطتك. فتحي لو سمحت يا مروان ما تتدخلش. ايه اللي حصل يا اخويا؟ مفيش حاجه، استني. تروح معاك فين غصب عنيه؟ اسمع، لو عايز تطلع اطلع، الباب فوت جمل. بعد كده يا مروان، مع السلامه. ماشي، خليك قاعد. حسن، امي وبيا فين؟ امك في النيابه، في واحده شهدت عليها انها قتلت دلال. طب اطلع انت لفوق. حسن تعال. اهلا اهلا، على فين يا سكر؟ ان شاء الله خارجه. خارجه رايحه فين من غير ما تاخدي اذن جوزك؟ هو فين؟ جوه في المكتب. اتفضلي اطلعي على فوق بدل ما يخلي يومك اكحل من الطرحه اللي على راسك. اتفضلي. اضرب يا مروان. حاجك حاجك تعمل اكتر من كده. حتى لو قتلتني هيبقى ليك حق. بس انا عايز اقول لك ان اللي حصل ده كان في ساعة شيطان، وانا ما كنتش واعي للي بعمله. اضرب يا مروان، اقتلني اقتلني يا مروان. هتعمل ايه يا ابن الكلب؟ هتعمل ايه؟ هتموت اخوك يا ابن الكلب؟ هتموته؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي بيحصل؟ فاضل ايه التاني هيحصل في البيت المخروب ده؟ اه؟ تقتل اخوك يا كلب؟ ايه اللي حصل؟ كان عايز يقتلك ليه؟ نار اسود، كان عايز يقتله ازاي؟ في ايه؟ كل ده ليه؟ كل ده ليه؟ كل ده عشان ربنا رزقنا بحتة عيل يا عمي؟ الطمع ماليه؟ الفلوس ماليه؟ حرام عليك يا اخي. مروان تعالى معايا، عايزاك تكلم فيه. فزايا كلمة تانية مع مروان وهطردكم انتوا الاثنين، فاهمة؟ تطردني انا يا عبد الحكيم؟ ايوه هطردك. لا يا عبد الحكيم ما تقدرش، لان البيت ده مش بيتك، ده بيت ابويا الله يرحمه. اجليه. طب ايه رايك اني هطردك انت وجوزك كمان؟ يلا يلا كلكم برا برا. اهدى يا عم اهدى يا عم، ما تخليش الشيطان يعني يضحك عليك. كان عايز يقتلك ليه يا ولدي؟ مروان اتهجم على ريتال وكان عايز يسقطها. اه يا عم، وفجر ينزل فيها ضرب، وفين يوجعك يا ريتال؟ لولا حسن ذكر في اخر لحظه كان زمان اللي في بطني نزل. الجيره واكلاه واكلاه واكل قلبه، كان هيموت ابني في بطني يا عمي. خايف يجي الدنيا يعني يا حسن يورث، ملعون ابو الفلوس اللي تعمل في الناس كده. يلا يا حسن يلا. راجل يا حسن، راجل يا ولدي، راجل. يلا يا حسن، يلا يلا يا حبيبي تعال. يلا معقول انت يا مروان عايز تقتل اخوك؟ معقول؟